سلم لي على جماعتك وقل لهم تلمسوا رؤوسكم الجيش الحر سيدوسكم وأكثر من ذلك أرجاس النظام التي تتحملها تحتاج إلى تطهير وأنت بحاجة إلى تطهير على الهواء مباشرة واحد مثلك بهيم ويلعن الجيل اللي بده يدرس عندك مشاهدي الكرام إلى اللقاء ما بصير ما بصير أنت إلى اللقاء إلى اللقاء يلعن أبوك بدك تطهير من أرجاسك يلعن أبوك يا ابن الشرموط لا 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 تطهير من أرجاسك لا 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 كلمة بيبسي دي بيبسي بي اي بي اس اي البي الاولانية دي قالوا دي من باي ادفع اي افري كل تالت بيني البيني ايه يعني اي فكة توصل لايدك الفكة اللي انت مش عارف توديها فين ادفعها سيفينج انقاذا اي اسرائيل يعني ادفع اي فكة توصل لايدك لانقاذ اسرائيل مش عايزين منك فلوس عايزين الفكة عايزين البني البني اللي هو التعريف تعريف المليم المليم البني اظن اذا يعني ما اخطأتش في الاقتصاد الامريكي واحد على الف من الدولار يعني مش قرش حتى مليم اظن يعني وجايز يطلع مليم قرش لكن اعتقد ان هو هكذا فبيقول له ادفع الفكة اللي انت مش محتاجها بس ادفعها في مكانها ولو جمعت الفكة دي تعمل لك المشروب ده وخدوا اول كلمة من كل اول حرف من كل كلمة pay every penny saving اسرائيل ده خدوه وكتبوا منه كلمة بيبسي أنا أعلن من خلال هذا القناة أني ناوي أخذ الشاعر فتحي هذا وناوي أسوي له ديوان صوتي هذا شيء شيء آخر أنا لي طلب يا حضرة المذيعة تفضل ممكن أمص علاماتك أعتذر عن المشاهدين الذين ساءهم ما جاء في كلام علي الحمدان وهو ما يخرج تماما عن اللياقة ونخلي مسؤوليتنا عنه وبالطبع ستتولى القناة ملاحقته قانونيا من خلال رقمه الذي ظهر الآن لدى الزملاء في الجاليري أفضل وأكثر شخصية اليوم مؤثرة بالأطفال اسألوا عيالكم راح يعرفونها أنا ما كنت أعرفها إلا قبل فترة قريبة يسمونها سبونج بوب سبونج بوب هذه سفنجة صارت شخصية كرتونية أشهر شخصية كرتونية على مستوى العالم يمكن اليوم ويقال في إحدى المجلات الأمريكية أن أكثر عرض على مدى التاريخ صار لهذه الرسوم المتحركة سبونج بوب الأصل فيه إنه ولد عنده أولاد ربعة وبنية اسمها ساندي مجموعة من ويعيشون عنده شاطئ في جزيرة وقصص مثل مسلسل المشكلة أن هذا الولد الأصل فيه إنه ولد لكن أثناء المسلسل حركات بنية حاولوا تفهمون وياها يلبس أحيانا ملابس بنات حركات وجهه حركات بنات رموشة رموش بنات دائما مايع دائما خجول دائما بسرعة يبكي ويخاف ومنه القوي الشخصية القوية اللي في المسلسل ساندي اللي تدافع عنه البنية البنية خشنة البنية عنيفة البنية تلعب كاراتيه البنية تدرون هذا الأمر أكثر شخصية هذه كرتونية عالمية اليوم حتى أطفالنا حنا دول خليجية أكثر أطفالنا يعرفونه على حقائبهم على دفاترهم على كتبهم على ملابسهم الدنيا كلها صارت سبونج بوب المشكلة قاعدين يغرسون خلال هذا المسلسل إن الولد مايع ترف صفات بنية وإن البنت خشنة عنيفة قوية صفات الرجل الولد تخيلوا عيالنا بعد 10 سنين شلون راح يتقمصون هذه الشخصية لكن يا جماعة أنا ما قاعد أبالغ أنا ما قاعد أهول أنا ما قرأته وشفته بعيوني من صور مستحيل مستحيل عيالنا يشوفون هذه القضايا من يدير كلنا كل واحد بينا عنده دور بالفساد كلكم جميعا شلون كنا هسه احنا بلجنة النزاهة نفتح ملفات يجون ينطون لنا رشوة نسكرها مثلا ما حد انت اخذت رشوة اي والله بشرفي اخذت ينطون رشوة حتى سكر ملف وما قبلت سكرها اخذت لي كم مليون دولار بس ما سكرت الملف فما اعتبرها رشوة اعتبر ضحكت علي الكلب ابن الكلب الفاسد من بعد مفسد كله مفسدة كل لابس عقار ولابس عمامة وفندي كل فاسدين برلمان وحكومة كلها فاسدة
نادر المو فاسد جبان ما يقدر يفك حلقه. اما فاسد مستفاد، واما قبلان بالامتيازات اللي ياخذهن وهذا شغل. سلطه حلوه جدا، سياره مصفحه ومرافقه ويجي على الحاجز ويقول للنائب. اذا انتم سبب، اذا انتم سبب دمار البلد. طبعا كل الطبقه السياسيه سبب دمار البلد. اذا اكو واحد جوعان بالشارع، واذا اكو طفل ينام بلي اكل، واذا اكو عراقي يموت بلي دواء، السبب هي الطبقه السياسيه المتواجده في المنطقه الخضراء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اعلنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاه قبل الممات، اللهم ارزقنا الشهاده على اعتابه، اللهم ارزقنا الشهاده على اعتابه، اللهم ارزقنا الشهاده على اعتابه، اللهم انصر اخواننا اهل السنه بفلسطين، اللهم انصرهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم واطعم جائعهم واسق ظامئهم واستر عاريهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم فرج كرب المكروبين بغزه وبارض فلسطين من المسلمين من اهل السنه والجماعه وانصرهم يا رب العالمين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في بطونهم وظهورهم، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم سلط عليهم السرطان، اللهم احفظ بلادنا منهم، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر منهم، اللهم احفظ المملكة العربية السعودية منهم، اللهم احفظ الكويت منهم، اللهم احفظ البحرين منهم، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا من الروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم عليك بالروافض، اللهم طهر أرضنا منهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على كتابك، اللهم إنهم تطاولوا على نبيك، اللهم دمرهم تدمير، اللهم